وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار. هذا وصرح سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات وفي مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.